السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو حنكمل أفكار تزيين أدوات المدرسة بعجينة السيراميك. حجيب شوية من العجينة باللون البيج وحفردها بهذا الشكل، بقطعها لمستطيل كبير وبقطع المستطيل لقطع صغيرة على شكل شبه منحرف، وبحاول أضبط شكل كل قطعة، وفي كل قطعة حعمل خط بهذا الشكل. وهلأ بفتح فتحة وبحط شوية غراء وبركب الكلبس بهذا الشكل، واجيب شوية من العجينة باللون الأخضر وبحاول أعملها على شكل الصبار، من فوق حتكون عريضة شوية ومن تحت أرفع، وبعمل خطوط عليها بهذا الشكل. وبحط شوية غراء وبلزق الصبار عليها، وبحط شوية غراء على الصبار، وبجيب شوية جليتر ذهبي وبرشه عليها بهذا الشكل. وهلأ بجيب عجينة باللون الزهري وبعمل 5 كور صغار، بجمعهم حوالين بعض على شكل وردة، وفي كل كورة بضغط من النص لجوا الوردة حتى تصير معايا وردة بهذا الشكل، وبلزقها على الصبار من فوق وبكملهم كلهم وبسيبهم ينشفوا. وهلا حنعمل شكل تاني، حنجيب شوية من العجينة باللون البني وبشكلها على شكل دائرة وبفتحها من النص بهذا الشكل، وبجيب شوية غراء وبحط عليها شوية من اللون الأحمر وشوية أكتر منها من اللون الأبيض وبخلطهم كويس. وهلا بوزعهم على الدونات بهذا الشكل، بفتح فتحة في العجينة وبركب فيها الكليبس، برش عليها شوية من الجليتر باللون الذهبي وباللون الفضي، وبحط المسطرة بهذا الشكل عشان يضل الكليبس مستوي، وبسيبهم ينشفوا يوم أو يومين حتى ينشفوا تماما. وهلأ حنعمل من نفس الأشكال حجم كبير عشان نعملهم ميداليات، لكن بدل الكليبس حنركب هذه الحلقات وبنعملهم بنفس الطريقة. حامل كمان شكل الصبار بنفس الطريقة اللي عملناها، حامل شكل شبه المنحرف، حامل شكل الصبار وألزقهم في بعض. وبرش عليها من الجليتر الذهبي وبعمل وردة باللون الزهري وبلزقها على الصبار، بسيبهم ينشفوا، ولأنه حجمهم كبير حياخدوا معانا يومين أو ثلاثة أو أكتر حتى ينشفوا تماماً. وبعد ما ينشفوا بنرشهم بالورنيش الشفاف وبنسيبهم نص ساعة حتى ينشف الورنيش، بعد كده بنقلبهم على الوجه الثاني وبنرشهم. واتمنى تكون الافكار عجبتكم، واكتبوا لي في التعليقات اي شكل عجبكم اكتر، الدوناتس ولا الصبار. ولا تنسوا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الاشعارات للكل، واشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.